اهلا بكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم الموضوع ديالو موضوع جد مهم وحساس وكيهم الكبير والصغير. الموضوع ديالنا اليوم هو توجيه ما كيهمش غير التلاميذ، وانما كيهم التلاميذ والاسر ديالهم وحتى الاطر التربويه. فداكشي علاش اخترينا اليوم باش نتناولوا هذا الموضوع، لاننا لاحظنا ان مجموعه من التلاميذ يختاروا واحد التوجيه معين ولكن كيغيروه من بعد الحصول ديالهم على البكالوريا، كيغيروا التوجيه من بعد، وهذا كيكون نقدروا نقولوا تضيع الوقت ديالهم وحتى كيتشتت الانتباه ديالهم. فداكشي علاش اليوم معنا السي عبد الكريم دريوش بصفته اطار تربوي، اطار في التوجيه التربوي. اهلا بك السي عبد الكريم. سي عبد الكريم، كيفاش نفسروا هذا المشكل اللي كيوقع للتلاميذ وكيخليهم انهم يغيروا التوجيه ديالهم وغيروا المسار ديالهم الدراسي من بعد البكالوريا؟ شكرا اولا على الاستضافه. بالفعل كما تطرقتم هو موضوع مهم جدا وهو موضوع الساعه. بالنسبه للاشكال اللي كيوقعوا فيه اغلبيه التلاميذ هو انهم ما كيكونش عندهم واحد المشروع شخصي، وهذا المشروع الشخصي كيتبنى عبر سنوات وكيتبدا من السنه الختاميه ديال الابتدائي. هذيك المرحله كنبداو نهضروا على سونسيبيزاسيون اوميتي، يعني كنحاولوا نقوموا بتحسيس التلاميذ حول المهن. الفوا كيطلع الاعدادي كنبداو نبنيو مع المتعلم المشروع الشخصي ديالو، بحيث كنحاولوا اكساب المتعلم مجموعه من المهارات، مجموعه من لي كومبيتونس، مجموعه من لي سوفت سكيلز اللي كتساعدوا على حسن الاختيار وعلى بناء المشروع الشخصي. وهذه العمليه كيقوموا بها عده متدخلين، اللي من بينهم اطر ديال التوجيه التربوي، والان الوزاره بصدد مؤسسه ما يسمى بالاستاذ الرئيس، يكونوا اساتذه رؤساء هما اللي غيواكبوا التلاميذ في بناء هذه المشاريع باش يدوزوا المرحله ديال الثانوي الاعدادي، ثم فين غتبدا عمليه ديال توطيد المشروع باش في نهايه السنه الختاميه من الثانوي التاهيلي كل تلميذ تكون عنده واحد الصوره واضحه نوعا ما حول اختياراته الدراسيه والمهني، وما كيكونش عنده بطبيعه الحال غير اختيار واحد، كنشتغلوا معاه باش يكون عنده عده اختيارات، على الاقل ان بلون ا اي ان بلون ان بلون بي. وبالنسبه لك انت متخصص في مجال ديال التوجيه، فشكون اللي مسؤول على هذا المشكل اللي كيوقعوا فيه التلاميذ؟ نقدر نقول لك سي بروبليم سيستيميك، يعني ما كاينش المسؤوليه مشتركه، الوزاره تتحمل نوعا ما بعض المسؤوليه، كاين الاسره حتى هي تتحمل المسؤوليه، المجتمع يتحمل المسؤوليه، يعني ان المشكل هو مشكل متشعب وخاص كل واحد من دائره الفعل ديالو يحاول يتدخل باش نساعدوا هاد المتعلمين على بناء هاد المشاريع الشخصيه. اولا اطر ديال التوجيه خاصها توقف على مواكبه المشاريع، خاص الاساتذه الرؤساء يقوموا بالادوار ديالهم اللي هي ادوار جديده بالنسبه لهم بطبيعه الحال بعد تكوين، لانهم خضعوا لواحد التكوين في المجال، وايضا يجب على الاسره ان تقوم بدورها، الدور ديالها اساسي في مواكبه المتعلمين في الدراسه ديالهم وفي بناء المشاريع الشخصيه ديالهم. كنلاحظوا بان هذا المشكل ديال التوجيه راه تسبب مجموعه من التلاميذ بانهم تركوا الدراسه ديالهم، ف قلتي بانه هذا الشيء كياخذ منا، خاصنا ياخذ منا سنوات، يعني خاصنا نرجعوا معاه، ولكن كيفاش نقدروا نداركوا هاد القضيه مادام ما واكبناش التلميذ من الصغر ديالو؟ كيفاش نقدروا نداركوا هذا دابا في الفتره الحاليه؟ تماما، هو كما قلنا ان ليديال ولا الامثال هو التلميذ يكون عنده واحد المشروع، ولكن كنلقاو ان مجموعه من التلاميذ في هذا السن وفي هذه المستويات الدراسيه غير حامله للمشاريع الشخصيه، مع العلم انها مجبره على مجموعه من الاختيارات الدراسيه والمهنيه. اذا ما هو الحل؟ واش غنخليو التلاميذ يديروا اختيارات هكا عشوائيه، ولا كاين طريقه باش نساعدهم؟ بطبيعه الحال نحن كاطر متخصصه في المجال كنقوموا بمجموعه من الحملات الاعلاميه لفائده التلاميذ المقبلين على عتبات التوجيه، عتبات التوجيه من السادس ابتدائي، الثالثة اعدادي، الجيل المشترك الاولى بكالوريا حتى الثانية بكالوريا. في هذه
الحملات الإعلامية كنحاولوا نعطيو المتعلمين مجموعة من الأدوات، مجموعة من الآليات، كنحاولوا نكسبهم مجموعة من المهارات اللي غتساعدهم على الاختيار الصحيح. من خلال ماذا؟ أولا من خلال تمكين المتعلمين من المعلومة، والمعلومة خاصها تكون صحيحة ومضبوطة. كتعرفي دابا الإشكال اللي كاين حول المعلومات، السوشيال ميديا ولي فوروم كتلقاي لي زانفورماسيون باغتو، واش كوريكت ماشي كوريكت، واش كريديبل ماشي كريديبل. دونك كنحاولوا حنا كأطر نعطيو المعلومة الصحيحة والمضبوطة اللي عليها غادي يبنيو المشروع ديالهم. اذا كنعطيو مجموعه من الاليات، يعني عندك ان بروجي مثلا بغيتي دير مهندس ما توافقتيش، هذا مثال انك دير مهندس من سنه الختاميه ديالك في البكالوريا، واش كاين طرق اخرى؟ طيب بحال كتعطي واحد ديبلوم بي، تقدر دير لو اس تي تاخذ ديبلوم، ولا دير لافاك تاخذ عامين دوغ ولا فوالا ان دوغ، باش من بعد تاخذ هذوك الديبلوم وتدفع للمدرسه ديال المهندسين في السنه الثالثه ودير البروجي ديالك كمهندس. كمهندس يعني انتما كتعطيهم ديبلوم بي وديبلوم سي كاع، باش لا ما قدرتيش انك تمشي في الطريق الصحيح في هذاك المسار اللي اختاريتيه الاول، تقدر انك تبدل المسار ديالك. اذا هذه في المرحله الختاميه، ولكن قبل ما تعطي هذا ليبلون كتحاول تعطي شنو هما المحددات ديال الاختيار، يعني كيفاش غيدير هذا الاختيار، شنو هما العناصر اللي غادي ياخذهم بعين الاعتبار. اولا خصو يعرف ذاته، البرومي اليمون معرفه الذات، حتى تعرف راسك، تعرف الشخصيه ديالك، تعرف الميولات ديالك، تعرف المستوى ديالك. خصك تعرف ايضا قبل ما دير الاختيار سوق الشغل، تو با تافونتوري، انت عجبتك واحد لو دومين غتمشي، لا شوف واش مطلوب في سوق الشغل ولا لا، واش كاين فرص الاشتغال بهذا لو ديبلوم، ولا انت تقدر دير مقاوله ديالك في هذا الميدان. وهذا ملي تعرف سوق الشغل ديك الساعه تقدر تعرف شنو المسار الدراسي اللي غيوصلك هذيك المهنه اللي بغيتي. حنا من الصغر ديالنا اول حاجه كيقولوها لنا شنو بغيتي تكون ملي تكبر، ولكن ما كيعطيوناش كيفاش الطريقه باش نبلغوا هذا الهدف. فبالنسبه لك رسالتك للاباء والامهات، يعني شنو تقدر تقول لهم حتى الاطر التربويه، لان حتى هما داخلين في هذه القضيه. بالنسبه للرساله ديالي للاباء والاطر التربويه، هي كنطلب منهم انهم يساندوا ويواكبوا الابناء ديالهم، لان في الاخير الاختيار هو ديال الابن ماشي هو ديال الاب. الاشكال اللي كنوقعوا فيه هو كل اب كيشوف راسه في ولده، انا كنت باغي الطبيب ما صدقاش، غنشوف ولد، انا كنت باغي لعاب ولا هذا ولد خالتك راه دار لا ميديسين حتى غدير لا ميديسين. نو راه اوني ديفيرون، كل تلميذ عنده خصوصيات ديالو، عنده شخصيه، عنده ميولات، عنده ذكاءات متعدده. دونك نحاول نشوف انا ولدي نخدم معاه، نواكبه، نعطيه لي زانفورماسيون، نعطيه دي زوتي باش نخليه هو في الاخر ياخذ الاختيار ويتحمل المسؤوليه في الاختيار ديالو. هذه النصيحه. واحد النقطه مهمه اللي هو يتحمل المسؤوليه، حيت دابا لا بليبار اللي ما كيقدروش انهم يوصلوا لذاك الشيء اللي كانوا باغيين يوصلوا ليه، كيبداو يرميو اللوم على اللي خلاهم يديروا داك التخصص. يا اما اللوم على المدرسه، على الاساتذه هما اللي وجهوني، ولا على الاباء هما اللي وجهوني، ولا على الصدفه انا توجهت اكسيدونتيلمون. دونك هذا الشيء علاش كنرجع للمحوريه ديال المشروع الشخصي للمتعلم. ملي كيكون عندك مشروع كتكون مآمن به وكتقدر تدافع عليه، اما ملي ما كيكونش عندك مشروع ما عندك حتى فكره، كما كنقولوا حنا بالدارجه الريح اللي جا يديك. واحد العنصر مهم باش ما ننساوش هو النقطه، فالنقطه حتى هي كتعاون انها تخليك تدخل لهذا المجال وكتقصيك انك تدخل لمجال اخر. وي تماما، جبتي واحد الموضوع اللي هو مهم، لان يقدر يكون عندك مشروع ياك، ولكن كتصطدم بالواقع. هذا الواقع شنو هو؟ هو المستوى الدراسي ديالك، وشكون اللي كيحكم لك على المستوى الدراسي ديالك؟ هما النقاط ديالك، لان في الاخير في بعض المؤسسات في اغلبيه المؤسسات خاصها مساليه حسابيه، واش جبتي لو سوي باش دوز الامتحان ولا ما جبتيش لو سوي. داكشي علاش خاص الانسان يشتغل بعدا على ذاته، يتكون مزيان، باش حتى الا بغى يتاخذ شي قرار حتى واحد ما غادي يقول لي لا، ما يقولش لي لا انت ما مكون، انت ما عندكش النقطه المناسبه. وحتى الا نفترض ما تقبلش لانه ما عندوش لو سوي، كما قلت لك كاين طرق اخرى باش يعاود يرجع ويحقق الحلم ديالو. هذه احسن حاجه نقدروا نختموا بها اللقاء ديالنا اليوم، هو اننا نبغيو نقولوا للتلاميذ والطلبه اللي مقبلين على شهادات البكالوريا او الشهادات الاخرى، بانهم ما يفقدوش الامال، وبان ماشي الا ما قدرتيش انك توفق في الاختيار ديالك الاول فراه مازال عندك الوقت ويمكن تدارك الامر. فهذا هو لقاءنا اليوم، نتمنى انه يكون فاتكم، فنتلقاوكم ان شاء الله في لقاء جديد ومع موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم.